لم يكن هيثم سوى شاب يمني طموح، يحلم كما يحلم كل شاب في مقتبل العمر بحياة كريمة ومستقبل مشرق. بدأت رحلته عندما كان في 17 من عمره، حيث سافر إلى المهرة بحثا عن فرصة عمل. ولحسن حظه، وجد عملا لدى تاجر عماني، وهنا تبدأ القصة. لم تكن حياة هيثم عادية، فقد شهدت أحداثا مأساوية عندما أصيب بالمرض وتعرض للإغماء. وفي تلك اللحظات الضعيفة من حياته، وقع ضحية لاعتداء جنسي من قبل التاجر العماني، الذي لم يكتفي بهذا الفعل المشين، بل طالب بعد ذلك بالزواج من شقيقة هيثم بطريقة غير رسمية، مهددا إياه بالفضيحة. النقطة الفاصلة جريمة القتل. وصلت الأحداث إلى ذروتها عندما تحول الخوف والغضب إلى فعل مأساوي. ففي لحظة يأس، قرر هيثم وشقيقه الانتقام من التاجر، مما أدى إلى قتله. هذا الفعل اليائس كان نقطة تحول في حياة هيثم، حيث تم القبض عليه وأدين بجريمة القتل.